بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أبنائي طلبة السنة الأولى ماستر تخصص لسانية طبية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، المقياس الذي تدرسونه هو اللغة العربية وتقنيات الإشهار، ومحاضرة اليوم موسومة استراتيجية الخطاب الحجاجي، دراسة تداولية في الإرسالية الإشهارية العربية. أقول يدرج هذا البحث في سياق الكشف عن سمات البنية الحجاجية في الخطاب الإشهاري التجاري، وذلك من منظور مجموعة من الباحثين المهتمين بدراسة الحجاج والإشهار بعدهما عمليتين لسانيتين متكئان على مبدأ إغراء الآخر وغوايته واستمالته لفعل الشراء وترويض فكره ومشاعره قصد تعديل مواقفه وسلوكه العامة من الأشياء الفكرية والمادية المشكلة لرؤية العالم عندهم، مع توضيح مفهوم الحجاج وكيفية بنائها وأنواعها وترتيبها في الخطاب الإشهاري تحقيقا للاتساق النصي وتحليل بنيتها. كما يهدف هذا البحث إلى تبيان القيمة الحجاجية وتوضيح الفرق بين الحجاج السليم والحجاج المغالط في العملية الإشهارية، وذلك في ضوء مقاربات تطبيقية لعدد من الخطابات المتداولة في العصر الحديث والمعاصر. ويتكئ البحث على ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول يتناول التداولية وصناعة الخطاب من لغة إلى الفعل التواصلي، والثاني يعالج مفهوم الحجاج بوصفه عملية استراتيجية متميزة من جهة، ولكونه نصا منتجا لمقاصد محددة في ظروف مقامية معينة. أما المحور الثالث فيدقق في خصوصيات الخطاب الإشهاري ومكوناته اللسانية والإيقونية والأغراض الأساسية التي يحققها الإشهار بانتقائه استراتيجيات ومبادئ إشهارية محددة تستهدف المستهلك فتثير عواطفه وتستهدف فكره للإقبال على اقتناء السلعة برغبة قوية. وفي هذا السياق يمكن تحديد كفاءة الخطاب الإشهاري وقوته الإشهارية من حيث هو أفعال كلامية يجد فيه علماء اللسانية حلولا لكثير من قضايا الدلالة والتراكيب وتعليم اللغة الثانية. نتحدث الآن عن القيمة الحجاجية والخطاب الإشهاري. يقوم البحث التداولي على دراسة عدة جوانب منها الحجاج، ويعد الحجاج بابا رئيسا في المباحث التداولية. ونحاول في هذا البحث الاقتراب من نظرية الحجاج، وسوف نفصل الحديث في هذا الجانب. مفهوم الحجاج، التناول البادئ لبدء مفهوم الحجاج لغة ثم اصطلاح. الحجاج لغة، يقول ابن منظور في لسان العرب، الحج القصد، حج إلينا فلان أي قدم، وحجه حجا أي قصد. ويورد ابن فارس المعنى نفسه إذ يقول كل قصد حج، ثم اختص بهذا الاسم القصد للبيت الحرام للنسك. ويأتي الحج بمعنى البرهان والاستدلال لدحض حجة الخصم. يقول ابن المنظور يقال حاججته وأحاجه حجاجا ومحاجة حتى حججته أي غلبته بالحج الذي أدليت بها، والحجة البرهان. وقيل الحجة ما دفع به الخصم وهو رجل محجاج أي جدل، وحاجه محاجة وحجاجا نازعه الحجة وحجه يحجه غلبه على حجته. الحج اصطلاحا، إن الحجاج يندرج ضمن ما تطلق عليه علوم الاتصال السلوك أو الموقف الخارجي الذي يهتم بكل ما يتعلق بطريقة إيصال الرسائل وفهم دلالتها الاجتماعية في السياقات التي ترد فيها. وهذا يدل على اتساع هذه العملية وعمقها وشموليتها لتشمل المتكلم والمخاطب والرسالة الكلامية والسياق. يقول باتريك ساردو، الحجاج حاصل نصي من مكونات مختلفة تتعلق بمقام ذي هدف إقناعي. ويمكن تعريفه بأنه فعالية تداولية جدلية
ويرتبط أشد الارتباط بعناصر المقام. فكلما وقفنا على لفظ الحجاج تسارعت إلى أذهاننا دلالته على معنى التفاعل، فهو أصل في كل تفاعل بين طرفي الخطاب. وقد يدل الحجاج بمعناه العادي على طريقة عرض الحجج وتقديمها، ويستهدف المحاجج التأثير في المتلقي، فإن تم له ذلك كان الخطاب ناجحا فعالا. والمتكلم المحاجج ليس هدفه الإفهام فحسب، بل يمتد هدفه ليشمل التأثير في المتلقي قصد توجيهه أو توجيه موقفه وجهة محددة، حيث يبتغي إقناعه بأمر ما أو تغيير قناعته تجاه سلوك أو موقف محدد. وقد أطلق الباحث البلجيكي بيرلمان مصطلح البلاغة الجديدة سنة 1950 على دراسة الحجاج، وتوصل إلى أن الحجاج سلسلة من الحجج تنتهي بشكل كلي إلى تأكيد نفس النتيجة، ولعله نص هنا على كونه أسلوبا تنظيميا في عرض الحجج وبنائها وتوجيهها نحو هدف معين. يكون عادة الإقناع والتأثير غايته، فتكون الحجة في سياقها الغرض بمثابة الدليل على الصحة أو على الدحض، ويشير استخدام مادة أرب الإنجليزية إلى وجود اختلاف بين طرف الخطاب ومحاولة كل منهما إقناع الآخر بوجهة نظره، وذلك بتقديم العلل التي تكون حجة مداعمة أو داحضة لفكرة أو سلوك ما. والحجاج عملية اتصالية دعامتها الحجة المنطقية لإقناع الآخرين والتأثير فيهم، والمحرك لهذه الوظيفة هو الاختلاف بين المتخاطبين أو بين المخاطبين. فيكون الحجاج فيما هو يقيني أو إلزامي، وعندما يجد المتلقي أن الخطاب مبهم وغامض وأن لا قيمة تساعده على فهمه يقل تجاوبه ويتهمه بأنه مجرد ألفاظ. وكذلك الخطيب الذي يتصنع في أقواله فتفقد كلماته فعاليتها الحجاجية وتضحى أو تصير دون تأثير. ويتضمن الحجاج كل أنواع الخطاب، وهدفه الإقناع وإثارة الرغبة ضمن العلاقة بين الأنساق الصريحة والضمنية. وهذا يستلزم وجود مؤشر حجاجي يستدعي السياق في كل معنى للإماءة بنتيجة ما تكون مقنعة أو غير مقنعة. وينبغي أن نميز هنا بين الإجراء الطبيعي والإجراء المفتعل. الإجراء هو طريقة العمل الوصول إلى نتيجة محددة علميا وعمليا. وإذا شابه الانحراف عد مفتعلا ومصطنعا. ونجد هذا الحجج في الحوار بشتى أنواعه، وعلى الخصوص في المحاشات الإيديولوجية والعلمية والمهنية، وكذلك في المناقشات العائلية. ويطلق مصطلح حجاج ومحاجة عند بيرلمان على القضايا العلمية ومؤداها البحث في تقنيات الخطاب التي تؤدي بالذهن إلى التسليم بما يعرض عليه من الأطروحات أو أن تزيد في درجة التسليم. ويمكن أن تكون وظيفته محاولة جعل الفعل يذعن فيما يطرح عليه من أفكار، أو يزيد في درجة الإذعان إلى درجة تبعث على الفعل المرغوب. والجدير بالذكر أن الحجاج مثلما أنه ليس موضوعا محضا، فإنه ليس ذاتيا محضا، لأن من مقوماته حرية الاختيار على أساس عقلي. وبتعبير آخر يمكن القول بأن الحجاج في ارتباطه المتلقي يؤدي إلى حصول عمل ما أو اعتداد له. ومن هنا يكون فحص الخطابات الحجاجية المختلفة بحثا في صميم الأفعال الكلامية وأغراضها السياقية وعلاقة الاتساق بين الأقوال التي تنتمي إلى البنية اللغوية الحجاجية. ويكون الحجاج مؤطرا بالخاصية اللسانية الشكلية وليس المحتوى الخبري للقول الذي يربط القول بمقتضى الحال. ولذلك فإن التركيز التداولي ينصب على علاقات الاتساق بين أجزاء الخطاب ومفاصله والأدوات اللسانية المحققة له. ومن خصائص الخطاب الحجاجي التي تميزه عن البرهان أو الاستنتاج إمكانية النقص أو النقد أو الدحض، مما يجعل بإمكانية التسليم بمعطيات أمر نسبي بالنسبة إلى المخاطب. وتصدر المحاجة بعدها وظيفة لسانية تعتمد القواعد اللغوية، على الرغم من عدم إشارة الباحثين الذي تناول الوظيفة اللغوية أمثال جاكبسون وبراون وهاليداي وفان دايك وغيرهم. إن الخطاب اللساني
ينجز في ظروف محددة بغية التأثير في ذهن المتلقي مستخدما أدوات لسانية موجهة وجهة الخطابة تجاه هدف محدد. ولهذا يكون من الوجيه التمييز بين الحجاج والبرهان. الحجاج ليس خطابا برهانيا منطقيا وعقليا يقضي البرهنة على صدق قضية ما مثل ما هو الحال في الاستدلال المنطقي، وإنما هو خطاب لساني تداولي يستخلص من مجموعة عوامل تتمثل في المقام الذي قيلت فيه والمكان والزمان والموضوع والأسلوب والهدف الذي يقصده المتكلم والنتائج العملية والسلوكية التي تحدثها العبارات في المتلقي. ونؤكد أن مجال الحجاج واسع، وأول ما يلتمس به البرهنة والاستدلال. ويعزى هذا الارتباط الشديد لأمرين: أولاً، يعد الاستدلال والبرهان من الإرهاصات الأولى لظهور مفهوم الحجاج عند المحدثين، لذا يستحسن التعريج عليهما. ثانيا، لا يمكن للحجاج أن يستغني عن الأقيسة التي تعتمد الاستدلال والبرهان، والمقصود بالبرهان أو البرهان المعرفة العلمية التي تستعمل كل العلوم من منطق وعلوم للوصول بالإنسان إلى أعلى درجات الكمال. ولعل مفهوم البرهان يتضح أكثر في المعجم الفلسفي الجميل صليبة، إذ يقول: والقدماء لا يطلقون لفظ البرهان إلا على الاستنتاج العقلي، أي على الاستنتاج الذي يلزم أو تلزم فيه النتيجة عن المبادئ اضطرارا. أما المحدثون فيطلقون هذا اللفظ على الحجة العقلية والحجة التجريبية معا، والمقصود بالحجة التجريبية الحجة التي تستند إلى التجارب والأشياء والحوادث كحجة الأستاذ الذي يبرهن على صحة دعواه بإبراز بعض المستندات. والاستدلال لا يختلف عن البرهان، حيث يمكن تعريفه بأنه نشاط عقلي ينطلق من مقدمات وفق منهجية معينة أو ترتيب محدد قصد الوصول إلى نتائج جديدة تجعل من حكمنا على شيء ما حكما مطابقا للحقيقة لا حكما اعتباطيا أو تعسفيا. وبناء على ما سبق يمكن التمييز بين الحجاج والبرهان، فالحجاج فردي يقوم على الرأي وهدفه الإقناع والتأثير، بينما البرهان يعتمد على اللغة الرمزية والنموذج ومجاله المنطق وهدفه التفريق بين الخطأ والصواب. بين الحجاج والجدال، إن الترادف بين الحجاج والجدال سمة مميزة في الإنسان المحاجج أي المجادل، وهو الذي له القدرة على إفحام خصومه ومنازعيه بالحجة والبرهان أو الدليل العقلي أو النقلي، كمحاجة إبراهيم عليه السلام لنمرود بن كنعان التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. يقول الله جلت قدرته: ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه ناتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ولا يعد الجدال أن يكون واحدا من اثنين: الأول جدال مشروع ومحمود، وهو الجدال بالتي هي أحسن قصد إظهار الحق وإبطال الباطل، والمثل بقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الثاني جدال مذموم وله وجهان: واحد، وجه يجادل فيه المجادل بغير علم، وفي هذا يقول الله عز ويقول الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه في الآخرة عذاب الحريق. الثاني أن يجادل الإنسان نصرة الباطل وانطلاقا من كراهية للحق بعد أن تبين الهدى للناس، ونمثل لهذا بقوله تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. سأكمل إن شاء الله هذا في المحاضرة الآتية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.